الراديو 90 90 هواها مصر. خد عندك، تعال خد عندك. في ناس بتستغرب جدا من طريقة احتفالنا كمصريين بأحداث معينة، واحنا كمان بنستغرب من طريقة احتفال الناس في البلاد التانية. كل بلد ليها احتفالات بشكل خاص ومميز جدا عن غيرها، وفي مناسبات كتير بيتم الاحتفال بيها واحنا ما نعرفش عنها اي حاجة. النهاردة تعالوا نشوف شوية مهرجانات غريبة كده، ركز واعرف عشان تختار لك نوع من المهرجانات. اول مهرجان اسمه مهرجان الطين. مهرجان الطين موجود في كوريا الجنوبية، بدأ كدعاية لتسويق منتجات شركة تجميل خاصة بعناية العناية للبشرة، ولكن بمرور الوقت قالوا طب ما الطين حلو، نحتفل بمهرجان الطين. فمهرجان الطين في كوريا الجنوبية. في مهرجان اسمه مهرجان الفجل، ده فين؟ ده في المكسيك، ومهرجان معمول كل يوم 23/12 من كل سنة، والمهرجان ده البائعين والناس بيتفننوا في صناعة منحوتات جميلة من الفجل وبيعرضوها في الشوارع. كمان معانا مهرجان الموت. المهرجان ده بيتعمل في برضو في اسبانيا للناس اللي مروا بتجارب اقتربوا منها من الموت. بيقول لك ايه، اللي شافوا الممر الابيض مريتوا بحاجه زي كده يا جماعه، يقول لك ايه ربنا يبعد عنكم اي حاجه يعني وحشه، ولكن ساعات يقول لك اللي كان بيغرق، اللي كان على وشك ان هيحصل حاجه، يقول لك شفت طريق طويل واخره منور، يقول لك هو ده بقى مهرجان الموت. بيقول لك ده الموت اللي الناس قربت من الموت شويه ورجعوا تاني. بيعملوا ايه بقى اللي ما مروش بالتجربه دي؟ يحطوهم في توابيت ويدفنوهم ويمشوا بيهم شويه قبل ما يدفنوهم علشان يجربوا الموت، يعني من اجل التجربه. لا حول ولا قوه الا بالله. في مهرجان بقى حلو قوي اسمه مهرجان اضرب جارك. المهرجان ده معمول في بوليفيا، بيتعمل دايما في شهر مايو من كل سنه، وبيسيبك طول السنه تعبي وتكلكع وتحمل وتقاسي من جارك، وتيجي بقى ايه في يوم المهرجان اديله ادي. الأسطورة القديمة بتقولك إن الآلهة أمرت بجلب الدماء علشان تضمن جودة المحصول، وعلشان كده ممكن نضرب جيراننا ونطلع عينيهم ونخليهم يجيبوا دم لحد ما العلقة تبقى تمام، وكده كسبناهم أو كسبنا الآلهة يعني. ده مهرجان مع نفسهم في بوليفيا. في مهرجان اسمه الرأس على النار، وده بيتعمل يوم 21 مايو برضو من كل سنة في اليونان وجنوب بلغاريا، وبيسموه عيد الرقص على النيران، وبيستمر 8 ليالي. اليونانيون والبلغاريين بيفضلوا يرقصوا، يحطوا جمر على الارض ويتنططوا عليه ومبسوطين. المهم ان هم مبسوطين بالحاجات دي. فاحنا كده عندنا كام مهرجان؟ عندنا مهرجان الطين، ومهرجان الفجل، ومهرجان الموت، ومهرجان ضرب الجيران، ومهرجان الرقص على النار. خد عندك، يلا نكمل خد عندك جزء اول وجزء تاني. احنا قلنا شويه مهرجانات كده اللوز اللوز، نروح على مهرجانات من نوع تاني. في مهرجان عالمي كده اسمه مهرجان بيقام اسمه مهرجان الطماطم وحرب الطماطم. المهرجان ده بيتعمل في اسبانيا في اخر يوم 4 الاربعاء الاخير من شهر اغسطس، وبيتجمع فيه المواطنين والسياح من كل مكان في العالم في احد الميادين الكبرى، وبيكون موجود كميه كبيره من الطماطم، وبيتقسموا فريقين ويدخلوا في حرب لقاء الطماطم على بعض لمده ساعه ونص متواصله. عالمي مفتريه. عيد القش، وده بيحتفلوا بيه في بريطانيا يوم 7 يناير كل سنة، لأن التاريخ ده بيمثل بداية السنة الزراعية. وفي واحد بيلبس قش ويغطي جسمه كله ويلف في الشارع وهو بيرقص مقابل ان السكان البيوت كلها يدوله أكل. والاحتفال ده بيحتفل بيه في بريطانيا من قديم الأزل، وتوقفوا فترة ولكن رجعوا له تاني سنة 1980. مهرجان الصمت والتأمل، ده بيكون في الليالي القمرية، وبيحتفلوا بيه فين؟ في بالي، وبيتم الاحتفال بيه او في ليلة قمرية محددة، يعني من خلال انه كل واحد قاعد في بيته يلتزم الصمت ويقفل بقه خالص وما يتكلمش، وتنتشر دوريات الحراسة والامن في الشوارع علشان تتأكد ان الناس في بيوتها وسكتة مش تحت تهديد حاجة، لان ممكن الحرامية يستغلوا ده ويدخلوا بقى يعملوا اي مصاري. الناس بتحاول تصمت تماما والبلد تكون صمت. كمان الناس ممنوع تخرج، حتى الدوريات بتمنع الناس انها تخرج للشوارع، وكمان الناس اللي في الفنادق ممنوع تخرجوا، ولا عايز تشغل اي تلفزيونات او يعني كاسيت او اي حاجه، ممنوع الصوت يكون على قد سيادتك بس. ومنه لمهرجان رش الفول، وده بيتعمل في اليابان يوم 2 و3 فبراير من كل سنه، واليابانيين في اليوم ده بياخدوا بذور فول الصويا ويرشوها حوالين البيوت والمعابد والاضرحه لطرد الارواح الشريره. مهرجان آخر بتحتفل بيه الصين في اليوم 7 من الشهر القمري السابع حسب التقويم الصيني تحديدا، وفي اليوم ده البنات بتخرج للشارع وهم لابسين أحسن الفساتين عندهم وحاطين الحلي ومستحضرات التجميل، وبيستعرضوا الجمال ويعبروا عن رغبتهم في الجواز، وعشان كده البعض بيطلق على اليوم ده عيد الحب الصيني، وبيقولوا عليه إيه؟ مجابي. يا مجابي.
مهرجان آخر مش هنقول اسمه ولكن هنشرح هو عبارة عن ايه. المهرجان ده بيتعمل في اليابان كل سنة ويكون الرجال هو بس للرجال فقط، بيلبسوا شورتات أو بنطلونات ويخرجوا بقى في الشوارع كأنهم بقى على البحر بقى، ومهمتهم ان هم ينزلوا طحن ويضربوا في بعض علشان الضرب ده بيجلب السعادة ليهم كلهم.